تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف 14 يونيو من كل عام. ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار التبرع بالدم بادرة تضامن، شارك في الجهد وأنقذ الأرواح، وذلك بهدف زيادة الوعي بالحاجة إلى الدم ومنتجاته المأمونة ولتوجيه الشكر إلى المتبرعين والاعتراف بقيمة التبرع الطوعي لتعزيز التضامن المجتمعي وإذكاء الوعي بضرورة زيادة الاستثمار من جانب الحكومات لبناء نظام وطني مستدام قادر على التكيف للإمداد بالدم.